الله الرحمن الرحيم. هو في صراع ابدي ما داخل ملف صناعه الدواجن ولا ايه؟ يعني احنا بنناقش الملف ده دايما، يا اما الاختلاف على تدني سعر الدواجن، ويا اما في هذه الفتره نقول سعرها ارتفع. طيب بيض المائده تصدر المشهد ايضا في هذا التوقيت، وابتديت اسال واتكلم مع المنتجين او المربيين. كنت موجود في البحيره امبارح وقابلت المربيين، ايه الموضوع البيض السعر ارتفع ليه؟ قال لا اصل هو في ناس كتير خرجت من الدوره في الشهور الماضيه فبقى المنتج عزيز شويه. نفس الكلمه. ابتديت اسال عن سعر العلف، وسعر العلف ارتفع، لقيت ان هو في انخفاض يعني طفيف 200 300 جنيه. طب الموضوع فين؟ طب مين المسؤول بقى عن تنظيم هذه الصناعه؟ يعني انا دايما بتكلم مع المنتجين، اتكلم عن اتحاد منتجي الدواجن، الغرف التجاريه، مين المسؤول عن تنظيم هذا السوق؟ ده في اجتماعات بقى لها سنين طويله وزي ما احنا. الجميل ان مصر تم الاعلان عن ان في مناطق تم اعتمادها ان هي خاليه من انفلونزا الطيور، يعني مسموح لها ان هي تصدر، ده شيء جميل جدا، يعني يدينا فرصه ان احنا نتوسع في هذه الصناعه. في مبادرات تمت لضخ رؤوس اموال بقروض ميسره داخل قطاع الدواجن، هل تم الاستفاده منها؟ جابت المردود اللي احنا كنا مستنيينه؟ ملفات كتيره جدا. الاهم من كل ده ان انا عايز اسمع راي حضراتكم، اذا كنتم مستهلكين او مربيين او متخصصين في هذا المجال، هننزل ارقام المشاركه ونسمع منكم ونناقش ضيفي الكريم اللي مشرفنا النهارده، الاستاذ سامح السيد رئيس شعبه الدواجن والمجازر بالغرفه التجاريه بمحافظه الجيزه. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ مشاهدي. منور. احنا اخر مره حضرتك كنت موجود معايا هنا من شهر، مظبوط، كنا بنتكلم على انخفاض اسعار الدواجن وان المربيين بيخسروا. ايه اللي حصل في الفتره دي؟ والله في الحقيقه بالنسبه لقطاع التسمين بالذات، احنا الانتاج بتاعنا عندنا ارتفاع ذاتي كويس لغايه دلوقتي الحمد لله ومحترم، وبننتج حوالي 1.5 مليار دجاجه سنويا. انما ما حدث في السوق هذه الايام، ما حدث ان في بعض المنتجين من الدواجن التسمين الفتره الماضيه يعني حصل لهم خسائر كتير، وسيادتك سامح بيه يمكن حضرت انت الملف ده لما الكيلو كان ب 17 و 18، فطبعا مما ادى عدم دخول بعض الدورات مره تانية، فده خلاهم يعني ياجلوا شويه اللي هم يدخلوا، لان هم خافوا من الخسائر اللي هم حصلوها، فعملت عندي فجوه بحوالي 25%. طبعا ده اثر على السوق جامد قوي، فالعرض قل والطلب زاد. فبالتالي السعر بيرتفع. فهو ارتفع، ما فيش يعني، هو من حوالي بتاع اسبوع تقريبا ارتفع، وتواصلنا مع الناس السماسرة وكلمنا الناس، وكان في تواصل مع السيد نائب وزير الزراعه المهندس مصطفى الصياد، ودلوقتي وصل الكيلو في المزرعه من 32 الى 29. انا بكلمك على السعر الان في المزرعه 29 جنيه. وفي حاجه انا بس عاوز كمان اضيفها بالنسبه للملف ده، 29 جنيه ده سعر عادل للوضع الحالي بالنسبه للمربي ومرضي له، يعني 29 ده سعر عادل للكل بالنسبه لسعر العلف، بالنسبه لسعر الكتكوت 29 جنيه ده سعر مرضي لاصحاب المزارع. فهم يعني اعتقد طبعا هم اطمنوا دلوقتي ودخلوا كميات من الكتاكيت، ضخوا فيها الفتره اللي جايه، فالكيلو هينزل ان شاء الله وهيستقر عن 28 29. انا يعني السعر عادل، هي دي الكلمه اللي بتريحني، سعر عادل. انا عايز المربي ما نظلمش الناس، ينجح، احنا ما نظلمش الناس. بس لما حصلت الازمه اول كلمه حضرتك قلتها لي دلوقتي، تواصلت مع السماسرة. هو احنا دلوقتي السماسرة هم المسؤولين عن هذا القطاع؟ للاسف. ازاي؟ للاسف. يعني بتكلم على مليارات. للاسف. يعني وبتكلم على اعلاف وكتكوت، وبتكلم على ادويه بيطريه، وبتكلم على مصاريف تشغيل، وبتكلم على بيوت مفتوحه. القطاع ده فيه ناس بتعتمد عليه في رزقها اليومي. مظبوط. مسؤول عنه السمسار؟ للاسف في الفتره الحاليه السماسرة هم اللي بيتحكموا في السوق وفي الاسعار. طب انا مش بقلل من قيمه السمسار، هي هم اخواتنا وحبايبنا وما فيش مشكله، انما صناعه زي دي، ودي صناعه امن قومي، ما ينفعش يتحكم فيها بعض الاشخاص، والكلام ده مرفوض تماما،
والكلام ده اتناقشت فيما مع الوزير ومعالي نائب الوزير، وقال لك طبعا احنا الكلام ده لازم هنغيره كله تماما. وبالتالي كانت تكلفات السيد الرئيس بتشكيل لجنه عليا. كلف بيها مين؟ كلف بيها معالي وزير الزراعه. تمام. بتشكيل لجنه عليا لتنظيم وتفعيل القوانين المنظمه لصناعه الدواجن. تمام. ويوجد بها جميع الاطياف. اللي هم من اساتذه في كليه الزراعه متخصصين، من رجال اعمال مستثمرين في القطاع، من مربيين، من جميع الجهات المعنيه والحكوميه، بحيث يبقى في ترابط ما بين الاجهزه المعنيه لتنفيذ القوانين الخاصه بالصناعه. وبالتالي فعلا مجهود مشكور من السيد نائب وزير الزراعه، وان الصف السيد عامل شغل كبير جدا بصراحه في الموضوع ده. يكاد ان الراجل انا ممكن اكلمه الساعه 6 مساء في مكتبه، ويمكن عندهم ملفات كتيره انتاج حيواني وغيره وزراعه، انما القطاع الدجيني ده بالذات واخد اهتمامه جدا هو مع الوزير. فوصلوا ان هم تم التشكيل بالفعل، والاسبوع القادم ان شاء الله هيكون في الاجتماع، وانا يمكن الحمد لله من تشرفت ان انا اكون عضو من هذه اللجنه، وهننفذ القوانين المنظمه للصناعه. اللي هي ايه بقى؟ ايه القوانين اللي المفروض تتنفذ دلوقتي؟ رقم واحد قانون 70 لسنه 2009 ده لازم يتنفذ بلا جدال، لان القانون دوت هو اللي هيعمل لي الفجوه الكبيره جدا اللي هي بتصل من 10 ل 12 جنيه بين المزرعه وبين المستهلك، وطبعا ده رقم كبير جدا. وحضرتك قلت لي قبل ما نكمل في قانون 70 السعر النهارده 29 جنيه وده سعر عادل للمربي. للمربي في السوق موجود بكام؟ عند اللي هو ب 37 جنيه. 37 جنيه 8 جنيه فرق. 8 جنيه فرق طبعا ده مبلغ يعني كبير على فكره. 8 جنيه مبلغ كبير جدا بالنسبه لحجم تداول الدواجن، يعني انت بتتكلم على كم دجاجه في اليوم تقريبا؟ انتوا حسبتوها قبل كده؟ 3 مليون ونص في اليوم. 3 مليون ونص دجاجه مش كيلو. دجاجه. فانت قول في كيلو ونص متوسط. لا. فانت بتتكلم على فرق كبير جدا، 8 جنيه في 3 مليون. بالظبط. 24 يعني انا بقول 8 جنيه مش 8 24 مليون يوميا. يوميا. ده متوسط. 27 مليون كمان 27 مليون يعني. 3 في 8 ب 24 ما احنا ما حسبناش لسه الثلاثة. لسه النص ده ما اتحسبش. 27 يعني ده تجارة بقت لا مربحة. لا 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 الدولة يعني انا اتمنى بقى اللي هم ياخدوا بقى القرار الحاسم خلاص. هم لما خدوا التوجيهات من معالي السيد الرئيس واهتمامه بهذا القطاع كانت التوجيهات واضحه، نفذ القوانين. طيب قانون 70 انا مع قانون 70 المفروض ان كلنا مع قانون 70 ابقى متحيز كاعلامي، لكن كمواطن وكمحب البلدي واجريت حوارات كثيره جدا مع المتخصصين عن قانون 70 وعرفت مميزاته وايه العائد منه، لكن هل يتم الالقاء بقانون 70 في ملعب وزارة الزراعة فقط؟ قانون 70 عشان يتنفذ ده عايز حكومة كاملة. لا بالعكس خالص. ازاي؟ خالص. هو المحليات. طيب ما هو مش وزارة الزراعة بس هو. رقم واحد ما هو بالتعاون مع وزارة الزراعة. هي الأساس. هي الأساس. المحليات، أنا مش عايز غير المحليات. ازاي؟ بس. المحليات بالفعل المحليات عندها القانون دوت وعندها القرار دوت. والمحليات الفترة اللي فاتت بعت الجوابات لكل أصحاب محلات الفراخ واصحاب المجازر اليدويه اللي داخل الكتله الشرائيه. يعني ده حصل خلاص اخطروهم. حصل اخطروهم ان في كذا وفي ممنوع وفي 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 مجازر الدوله اليدويه، لان مجزر وله قرار وزاري، فده واخد مهله استثنائيه من قبل الوزير لحين انتهائهم من المجازر اللي هي الخاصه بيهم. انما اصحاب محلات الفراخ انا ما عنديش مشكله ان انا اطبق بكره الصبح، انا عندي الاليات والمقاومات لهذا التطبيق. ليه؟ اولا انا عندي الثلاجات، وكان جالي جواب من رئاسه مجلس الوزراء بيخاطب فيه الغرفه التجاريه عاوز حصر بالكميات التخزينيه والثلاجات المتواجده على الساعات التخزينيه محافظه الجيزه كلها. وبالفعل خدوا الجيزه والقاهره وخدوا بقى المحافظات، طلع عندنا الثلاجات الموجوده حاليا في مصر تكفي الانتاج وتزيد. المجازر الدواجن النص آلية والآلية الموجودة في مصر تكفي طاقة الإذباح الذبح وتزيد. طب عاوزين إيه تاني؟ عندنا الآليات. التنفيذ إحنا ما بنقولش التنفيذ هننفذ بكرة الصبح يلا ننفذ. إنما أنت ممكن تنفذ
تدريجيا على بعض المحافظات. احنا بقالنا 4 سنين بنقول تدريجيا. ما هو بقى الكلام دوت مع الوزير ومع النائب الوزير هم اللي قرروه مع اللجنه المنظمه للصناعه وهيتحدد، لان مع الوزير انا اتكلمت معاه قال لي انا ما اقدرش يعني لازم التزم بكلمه وموعد اعلن عنه التنفيذ. ما هو التنفيذ مش هيبقى عشوائي ابدا. فبالتالي الاجتماع القادم ان شاء الله اللي من لجنه هيحطوا فيه اليات التنفيذ. وانا بقول لك يعني الملامح الاولى ان هو هيبتدي بالجيزه والقاهره والاسكندريه تدريجيا. انا لو طبقت في 3 محافظات خلاص انا نجحت في بقى المحافظات. ال3 محافظات دول بيستوعبوا كام من الانتاج اليومي من الدواجن؟ انا ما عنديش مشكله في يعني انا اقصد ان ال3 محافظات دول هيستوعبوا الكميه الاكبر من الدواجن المنتجه، فانت هيبقى عندك نسبه بسيطه بيتم تداولها حيه داخل القرى وداخل المحافظات. انا عندي محافظه الجيزه فيها مجازر يدويه. مظبوط؟ المجازر دي تكفي طاقه الذبح اللي هي في الجيزه، انا ما عنديش مزارع في الجيزه. ولو متواجد مزارع في الجيزه يعني مش هيتعدوا. طب وهو الصح ان يبقى ال 20 مزرعه في الجيزه ونصهم مش شغال يعني. فانا ما عنديش مشكله في الجيزه خالص نهائي. بالعكس المجازر اليدويه هي اللي هتشتغل الفتره الحاليه بالنسبه للدواجن اللي هيتم ضبطها او 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 مثلا. انما انا ما عنديش مشكله في مش بتكلم على كده. النهارده انا عندي عنبر وحضرتك بتقول لي ممنوع التداول الحي. مظبوط. مين اللي هيشتري مني عشان يودي المجزر؟ يشتري من مين؟ من المربي نفسه. مين اللي هيدفع المربي حق الدواجن دي؟ صاحب المجزر. يعني المجازر هي اللي هتبقى ملزمه ان هي تشتري من المربيين؟ طبعا. هيبقى ليه حلين واختيارين. لما صاحب المجزر هياخدها منه بيع وشراء ويدفع فلوسه كاش، او صاحب المجزر يتبعها له بمقابل مادي معقول وهو ياخدها يبيعها مجمده او مبرده لاصحاب محلات الطيور الحيه. خلي بالك عايز انا هرجع للنقطه دي تاني لان النقطه دي مهمه برضه. وصلت استاذ فتحي من البحيره اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. ازيك يا حاج فتحي؟ والله كلامكم حلو ومحترم، بس انا يعني من صغار المربين، فانا النهارده مثلا عشان نربي مثلا 200 ولا 250 ولا 300، طيب لو النهارده بتجيب لي المجزر، طب مين اللي هيوصلني المجزر ده عشان اوصله الحاجه ديت، او هل التكلفه اللي انا عندي هتغطي بالكلام اللي هم ياخدوه مني او السعر او الكلام ده؟ هي التكلفه هتبقى احسن لك تمام وفلوسك هتبقى مضمونه، بس السؤال اللي انا كنت بساله دلوقتي قبل ما حضرتك تتصل بينا للاستاذ سامح، دلوقتي انت بتدي لمحل او بتدي لسمسار ايا كان. أيوة. فهو بيجي لك لغايه عندك ياخد منك لان هم كلهم 200 300 دجاجه، لكن تمام. لما اقول مجزر يبقى انت لازم في مجزر يكون قريب منك علشان يستلم. تمام. ويكون المجزر تمام. كمان عنده القدره ان هو يوزع، يعني دي محتاجه تمام. اسطول عربيات نقل مبرد، فالملف تمام. لسه احنا بنناقشه. وعلى فكره كل اللي بنقول ده مصر تقدر تنفذه، مصر تمام. تقدر تنفذه بالكوادر والامكانيات الموجوده. اتحاد منتجي الدواجن، وزاره الزراعه قادره على ده، التجاره يعني، وانشاء شركه تكون شركه للتسويق ايا كان بقى المسمى. انا عاوز شركه تكون هي المسؤوله معاها السيوله او راس المال، عندها اسطول سيارات يقدر ياخد الدواجن المبرده دي يوزعها على المحلات اللي موجوده في القاهره او في الجيزه او في اسكندريه، هيفضلوا شغالين والعماله هتفضل موجوده ما يلاقوش، بالعكس ده هو هيستفيد اكتر. لكن مين اللي هيوصل له؟ بشكر حضرتك. احنا سمعنا كتير ان هيتم انشاء شركه مساهمه من قبل اتحاد منتجي الدواجن للتسويق. يعني لسه في صدد تشكيلها، لسه ما حد بيتكلم عنها ولا اتنست؟ لا اتكلمنا عنها كتير. المهندس محمد العناني كان مهتم بالموضوع ده. تمام. بس لسه في صدد التكوين، حتى هم عملوا مبادره يعني يمكن النهارده جميله قوي، ان هم عملوا رساله للناس اللي ما تثبت اللي هي بتشتغل بس في صناعه الدواجن هيبقوا اعضاء من اعضاء الاتحاد العام. ما ده من حق اي حد بيشتغل في صناعه الدواجن. لا اكيد. والقروض اللي تم الاعلان عنها، هو تم الاعلان عنها من فتره طويله. والله مش جديد الموضوع. القروض ليها موضوع تاني كبير. انا يمكن تلاقيت مع كذا رئيس فروع البنوك، اذا كان الزراعي او الاهلي او مصر. للاسف احنا كلام حاجه والواقع حاجة تانية خالص. يعني قال لك خلاص احنا فيهم المبادرة اللي هي 5% اللي سيادة الرئيس طرحها،
وهنمول المزارع وهنعمل، انما ما ينفعش لما يكون واحد صاحب مزرعه وعنده الكيان وعنده السجل التجاري بتاعه والبطاقه الضريبيه ويقول لك انا عاوز طب الانتاج وعاوز الخامات تقول له طب ما تساهم معايا في 30% منهم. يعني ايه؟ انا مش فاهمها دي. على فكره انا يعني شايف ايه تساهم 30%؟ ان هو صاحب المزرعه ده مش محتاج مني قرض. هقول لحضرتك ليه. هي شركات الاعلاف بتدعمه، هي بتدي له الاعلاف وبتاخد منه في نهايه الدوره. لا، في حاجه بالنسبه لاصحاب المزارع اللي هم عاوزين يغيروا المزرعه بتاعتهم من مفتوح الى مغلق، ودي مكلفه شويه. انا بتكلم في النقطه، هو ده استثمار ثاني خالص بالظبط. فهو عاوز يطور زي اتجاهات الدوله ما قالت له، طور عشان حتى يقل مع النفوق، يقل مع حاجات كتير قوي، هيحس بعد كده اللي هو بيكسب كويس. طيب، انما لما تيجي مثلا انت عاوز تعمل عنبر، قال عنبر بتكلف 1,500,000 جنيه، ده قال عنبر عشان يتحول اوتوماتيك. انا بقول لك ارقام بعروض اسعار كتيره قوي، بس ضخم قوي الرقم ده، يعني 1.5 مليون. بالظبط كده، ما انت ده 20,000 طائر. طب ازاي؟ وتطلب منه اللي هو يساهم معاك ب 30%. ما هو لو معاه 30% هو مش هيجي لك. طيب، استاذ رشدي من كفر الشيخ، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا بكلم سيادتكم بالنسبه انتوا. ايوه، مع حضرتك يا فندم. اتكلم اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. احنا انا مشكلتي، معلش مع احترامي لسيادتك والحلقه، انتوا بتتكلموا عن زواجي. انا في مشكله ثانيه عاوزين نتكلموا فيها، معلش. قولها بسرعه بقى حضرتك. مشكله القطن المصري بتاعنا، القطن لحد دلوقتي الشركات، الحكومه سايبانا للشركات، والشركات بتراضي فينا احنا، ما احناش عارفين نحدده. الحكومه صدق انا يعني هو موضوع الحلقه ده واجن، بس كلمه حضرتك غريبه جدا. يعني ايه الحكومه سايبانا للشركات؟ ده احنا الاول مره نشوف منظومه التسويق للقطن بنظام يكون فيه شفافيه زي دي. مين المسؤول عن تحديد سعر القطن؟ حضرتك ده مزاد علني بتدخل فيه الشركات، وحضرتك بتيجي بالقطن بيحصل مزاد. انا كفلاح ذنبي ايه؟ الحكومه هي اللي المفروض تحدد لي اسعار القطن. سيادتك الحكومه كانت محدده سعر استرشادي للقطن السنه دي، تمام؟ ما كانش يزيد عن 2600 او 2700. لما القطن قفز للاسعار دي، وفي محافظات ب 3900، وفي كفر في الدقهليه 5200، ده مزاد شركات بتدخل، وبعدين السعر بيرتفع لما الكميات اللي موجوده في السوق بتقل. حضرتك انت القطن بتاعك عندك وصل كام دلوقتي؟ نعم. لا نعم، اطفي التلفزيون، وبكره ان شاء الله او الاسبوع الجاي نكمل بقى عن القطن. حاج بنداري من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج بنداري؟ سامح بيه. منور يا حاج بنداري. ده نورك يا باشا. دلوقتي بالنسبه للدواجن يا سامح بيه، احنا انا راجل عندي مزرعه وصورتها وبعتها لك على الواتس مره قبل كده ومرخص. يعني دلوقتي المشكله كلها يا سامح بيه في الكتكوت اولا، ثم السمسار اللي بيجي ياخد مني ثانيا، ثم العلب. والمزرعه دي انا شغال عليها بقى نفرين، بيتين، فاتحه بيتين، باكلوا عيش معايا، الناس دي بتاكل عيش معايا. يعني انا بايع في ثلاثه في الشهر اللي فات ده الكيلو ب 23 جنيه، يعني واخده مني ال 23، وانا عارف ان هو واخده وهيحطه عنده في مخزن عنده علشان هيبيعه براحته. قصه السماسره دي هي اللي دبحانا. ده اول حاجه لازم الحكومه تتدخل فورا في الموضوع ده يا سامح بيه، علشان دي منظومة عايش عليها ناس كتيرة. يعني عايش عليها ناس أنا كتيرة. موافق على كلامك، وبعدين عايز أتكلم السماسرة. أنا مش عاوزكم تخرجوا بره هذه المنظومة. أنا عاوزكم تساعدوا الناس دي، اكسب وكسبهم. يعني اكسب وخلي الناس دي تستمر، لأن الدولة هتاخد قرار تنظم بيه هذه الصناعة وتداولها. فالمفروض أنا بقول لك حافظ على دورك، لأن ممكن فجأة تلاقي نفسك بره. فانت حافظ على دورك واكسب وكسب المربي. يا ريت يا سامح بيه معالي الرئيس يخش، ده ما خش في القطن كده. انا عايز اسالك سؤال بقى، انت اخر دوره طلعتها عندك امتى؟ والله مطلع يوم 3/10 اللي عدى ده. بكام؟ بايعها ب 22 جنيه. يعني احنا من 3/10 دلوقتي فرقت الفرق ده؟ والله 3/10 كانت 22 خالص. انا محضن كتكوت امبارح ب 14 جنيه. ده يوم 3/10 كان 22 جنيه انت بايعها صح؟ والله يوم 3/10 دي كانت السعر في البورصه يعني 25 جنيه تقريبا صح؟ والله 23 جنيه. 25 جنيه في البورصه ملزم؟ لا حد بينفذه سامح بيه؟ طيب كلامك انا موافق عليه يا عم بنداري. انت بقى طلبك ايه؟ قول لي كده رؤيتك كراجل مربي. زي ما معالي رئيس الجمهوريه اتدخل في قصه القطن وفرح الفلاح وفرحنا السنه دي، يخش في قصه المنظومه دي، لان دي منظومه الغلابه يا سامح بيه. انت كنت زارع قطن السنه دي ولا ايه؟ ايوه كنا زارعين يا سامح بيه. بعته كام؟ بعنا ب 4600.
أربعة، أصل في ناس زعلانة إن السعر متفاوت يعني مع إن هو أقل أقل سعر. لا ما سيبنيش أنا، كل الناس كلامها مهم جدا بالنسبة لي، إحنا بنناقش يعني وأنت غالي ما نقدرش نزعل حد، بس اللي أنا عايز أقوله إن السعر السنة دي مرضي للكل، حتى اللي المزاد بتاعه كان لسه السعر حنين، في عوامل كتير تدخلت في ارتفاع الأسعار بس السعر مرضي للكل. بشكرك. الحاج بن ناري بيقول لك أنا عايز اللي حصل في القطن يحصل في الدواجن. هيحصل إن شاء الله. هيحصل. إحنا بس عاوزين الناس تهدى علينا شوية. الناس لا ان الناس لسه بقى لها سنين. لا لا وانا انا بقول معلش بيدو. معلش لم يحدث من قبل ان رئيس يفتح ملف خاص بالدواجن ويدي توجيهات فيه، وعلى فكره ما حصلتش. ده كده يخلي الجميع ينتبه، صح؟ لان هيحصل قرار ينظم هذه الصناعه منصف للدوله المصريه وللمستهلك. واحنا عاوزين بقى ننبه الناس، لان فعلا اللجنه لسه ما انعقدتش، هتنعقد الاسبوع القادم، واللجنه ديت ما دام مكلفه من السيد الرئيس فيعني طبعا تعرفين الرئيس بتاعنا ما عندوش المسكنات. الرئيس بتاعنا بيشتغل واحنا معاه في كل حاجه منظمه للدوله وقوانين الدوله المنظمه لاي صناعه. صح. استاذ محمود من كفر الشيخ اتفضل. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك انتوا بتتكلموا عن المجازر وتسويق الدولة. تعرف توطي التلفزيون او تبعد عنه؟ ايوه فندم مع حضرتك. قول لي بقى عايز تقول ايه حضرتك؟ اتفضل. بقول لحضرتك انت دلوقتي تتكلم عن المجازر وتسويق الدواجن وكده. انا عارف ايوه بتكلم عنها، اتفضل بقى قول لي حضرتك. طيب المشكله يا فندم مش في كده. مش ده اللي بيغلي الفراخ على المستهلك. ايه اللي بيغليها؟ اللي بيغلي الفراخ هو التمثيل، التمثيل ده بياخد من السوق النهارده البورصه مثلا طالعه 30. يجي يقول لك التنفيذ 28. التنفيذ ده طالع لمين؟ طالع منه هو، وهو هياخد معاه الفلوس. لا لا لا، السمسار اللي هو صاحب المكتب اللي هو بيجيب لي العربيه مش هو اللي بياخد ال 2 جنيه. ايوه. ال 2 جنيه دي العربيه اللي بتاخدهم قابل نقل الفراخ. ايوه. وتروح تحاسب التاجر بالسعر المعلن في البورصه اللي هو 30. الكلام ده صح؟ ايوه. لا 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 مش انا عايز حد في مصر يقول لي مش صح يا فندم. لا ثواني بس سامح معايا هو لا 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 صح. ثواني بس مصر. هو النولون، النولون اللي هم شغالين عليه دلوقتي 2 جنيه انا معاك فيه تمام. هو بيعلن السعر انت بتبيع مثلا، انت بتقول ببيع ب 28 صح؟ تمام يا فندم مظبوط كده؟ تمام. تقريبا الجمله بياخد ب 28 جنيه بيوديها لصاحب محل الفراخ ب 30. تمام. طب ما هو بياخد النولون بتاعه ال 2 جنيه. ما هو خد 2 جنيه مني وخد 2 من صاحب المحل. لا انت لسه قايل لسانك خدها منك ب 28 وصلت ب 30. بالظبط. هو السمسار، السمسار مثلا 30 يعني انا بفرض لك مثال. وطي التلفزيون بس لو سمحت. انت قصدك ان السمسار هو اللي خد ال 2 جنيه وال 2 جنيه التانيين بتاع المحل صح؟ الله ينور على في 2 جنيه اللي هم بتوع التنفيذ، وانت عارف الكلام ده تايهين رايحين لمين ده؟ ما انا بقول لك في 2 جنيه للسمسار وفي 2 جنيه اللي رايحين لصاحب المحل. طب طب احنا ذنبنا ايه بقى في ده كله ان البورصه تبقى ب 30 ونضيع 4 جنيه الكيلو؟ ما هو بص مش موضوع مش ذنبكم، ما المشكله في السمسار نفسه، ولا انا بتكلم غلط؟ ما احنا عايزين بقى الدوله تظبط الكلام. طيب. ده ما انت بتقول انتم بتتكلموا عن المجازر وايه تاني؟ المجازر يا فندم عارف ما احنا بنتكلم عن المجازر ليه؟ ما هو احنا بنتكلم عن المجازر. اسمعني بس يا فندم، المجزر بيشيل فراخ من عندك كام؟ بكام؟ بكام؟ يعني لو السوق 30 يجوا يقول لي لا انا هشيل الفراخ دي التلت والتلتين، ازاي يا عم؟ لا ثواني بس ثواني، ده الكلام بقى لو انت عندك هياخدها ببعضيها صرده صح؟ لا يا فندم. اه. بتبقى مدربه كيلو 800 وكيلو 900، انت عارف ان كيلو 800 ما هو هياخد العنبر كله بالكنسه بتاعته. بالكنسه بتاعته ازاي؟ انت مش عندك صرده بتطلع ولا ما عندكش؟ لا انت حضرتك فاهم وعارف ان احنا ساعات بنضطر لذبح الفراخ فورا، يعني مثلا لو ظهر عندي في الفراخ دلوقتي حاجه اسمها نيوكاسل مثلا. ايوه بالظبط كده، نيوكاسل اللي هي الصرده. ده بيضر البني ادم يا فندم. اه طب ما هي بتضر البني ادم، وده ملف كويس اللي هو فتحه. نيوكاسل ما بيضرش البني ادم. عايزين نتكلم فيه، الملف ده مهم جدا. الملف ده مهم. قول قول سمعني. مرض النيوكاسل ده مرض معوي في الفاس. تمام؟ مالوش اي ضرر على البني ادم. مين اللي قال لك المعلومه دي؟ احنا كلنا عارفين الكلام ده. من مين؟ مين العلم اللي قالها لك او المتخصص؟ من دكاتره الدواجن نفسها يا فندم. الدواجن نفسها؟ اه دي كارثه اللي انت بتقوله ده.
خمسة طبعا. ليه يا فندم؟ لان دي امراض معديه ودي تسبب مشاكل لصحه الانسان نفسه، فعشان كده تداول. اسمعني بس هفهمك حاجه، بس هقول لك على حاجه بس اسمعني. هو انت مصمم ما توطيش التلفزيون النهارده واحنا بنتكلم على قانون 70، هو ده بقى اللي هينظم عمليه تداول امنه للدواجن، عشان ما فيش دواجن تطلع من العنبر الا لما يكون الطب البيطري كشف عليها واداني شهاده، علشان ما فيش دجاجه تتذبح في المجزر الا لما يكون الدكتور بتاع الطب البيطري فحصها وشافها قبل ما تتذبح، انما مش انت الفرخه عندك بتلحقها بالسكينه وتبعتها لي، ما هي دي كارثه ثانيه. لازم قانون 70 يتم تنفيذه فورا، عشان كده بياخدها من التلت والتلتين. عشان طب وهو ده المجزر بياخدها؟ لا ده موضوع خطير جدا، ده ممنوع، وانا اتكلمت فيه من يومين تقريبا مع احد يعني المختصين في الموضوع. الفراخ اللي هي اللي اسمها صرده، هي بيصلها اسمها الصرده، بيبقى فيها الامراض المعديه اللي قال لك عليها، ودي للاسف بقى للاسف الشديد ان يعني هي بياخدوها فعلا بسعر التلت والتلتين. يعني لو الكيلو ب 20 جنيه هو بياخدها بكام؟ 8 جنيه. يعني شوف بقى الفرق قد ايه. يعني لو الكيلو النهارده ب 30 جنيه يبقى تلتهم كام؟ تصدق انا اقول لك على حاجه 10 جنيه صعب اقولها. الاغرب من كده بقى، الاغرب من كده ان هم بياخدوها يودوها على المحلات، المحلات ما عليهاش رقابه ولا عليها اي حاجه، ويتبعها ويتم تقطيعها وبيع الورك لوحده وبيع الفيليه لوحده والمجزئات، ويبيعوها بنفس السعر الدواجن السليمه اللي جايه. طب مش ده ضد القانون؟ طبعا. ليه بقى؟ طبعا. مش المفروض يبقى في رخصه تصنيع؟ انا النهارده لما باجي اشتغل في دواجن واذبح وابتدي اشفي واطلع بنيه واطلع اعملها المجزئات، مش دي محتاجه رخصه تصنيع؟ لا ازاي هو لا المجزر، المجزر اساسا انا بتكلم على المحل المسمى. لا المحل ما المحل مالوش رخصه تصنيع، ده المفروض يتعمل. انت لو دخلت النهارده عند اي مطعم الطب البيطري لو لقاه بيصنع عنده الخامات بيتعمل له محضر، لانه هو عنده رخصة اساسا تصنيع. المحل مالوش رخصه، محل الطيور رخصته منتهيه من 2009 ولم يجدد له لغايه وقتنا هذا. الموضوع ده فعلا مهم جدا يا سامح بيه، اللي هو تطرق ليه الاستاذ الفاضل اللي اتكلم الموضوع دوت، وحله هو قانون 70. قانون 70. استاذ غازي هناخد بس عشان طولت عليه. استاذ غازي اتفضل معايا. استاذ غازي، غازي معانا؟ طيب حاول مره ثانيه. قانون 70 هو المنقذ، وعلى فكره ده مش حاجه جديده يا استاذ سامح، بيقول لك من 2009 وانا شفت الفتره دي، وكانت يعني انا عايز اعرف الناس كانوا في الفتره دي متقبلينه جدا جدا، كل واحد بايض المحل بتاعه وجاب ثلاجه وبقى بيستلم الدواجن حاططها وانا بروح اشتري ما فيهاش اي مشكله. انما احد المربين دلوقتي وعلى الهوا بيقول لك انا ببيعها صرده، انا بلحقها قبل ما تفرفر مني واروح ابيعها وتجي لي انا كمستهلك، وده ينفع؟ من ضمن بنود قانون 70 ومهم جدا هذا البند ان ما فيش عنبر هيبيع الدواجن بتاعته الا لما يكون عليه متابعه بيطريه من اول ما دخلت الكتاكيت عنده في العنبر لغايه لما تخرج. ما يقدرش يبيعه، ما يقدرش يبيعه ولا يطلعه الا لما يكون الطب البيطري كشف واداله شهاده. مش هيعرف يتحرك، هيتقبض عليه. عشان كده وانا بتكلم في بدايه الحلقه قلت ما هي مش وزاره الزراعه فقط، ده الداخليه كمان، لان انت هيبقى عندك المنافذ الحدوديه اللي هي ما بين المحافظات، البوابات، هتبقى الشرطه موجوده مع الطب البيطري، الرقابه على المجازر، المجازر ومجازر مرخصه. وللاسف الشديد انا بقول الكلام ده وانا حزين، ان انا دخلت مجازر في مصر متقدمه عالميا بتشتغل 3 ايام في الشهر، حقيقه 3 ايام استثمار بمليارات لاكثر من مجزر، المجزر بيكلف ملايين دلوقتي، لان انت عندك طريقه النص الثاني، النص تكلفته من 20 مليون لل 100 طيب مليون. شوف احنا عندنا كم مجزر غير مستفاد بيه. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنكمل هذا الملف الهام جدا للاقتصاد المصري وللمواطن المصري. مرحب بحضراتكم مرة أخرى. الملف من الملفات المرتبطة بصحة المواطن وبوجبة أو بالبروتين الأبيض اللي هو سعره المفروض مناسب لجيب المصريين. طيب المربي المفروض يكسب ويحقق مهامش ربح كويس عشان يستمر وعشان يتوسع في الإنتاج. احنا بنقول عايزين نصدر وده خلاص بقى أمر واقع مش حلم. فتنظيم هذه الصناعة بقى شيء مهم جدا وملزم. قانون 70 هيتنفذ بإذن الله، محتاج تضافر كل جهود الدولة، أكتر من وزارة معنية بيه،
التنمية المحلية، الزراعة، الداخلية، التجارة والصناعة، نفذناه قبل كده وكانت لينا سابقة أعمال فيه. ابتدينا نخوف الناس، الحق ده هياكلوك فراخ مجمدة، الدجاجة دي مجمدة، أنت هتاكل يعني أصل أنت عايزك تشوفها بعينيك كده وبتتنطط قبل ما تتذبح. الحق ده سعرها هيغلى، خلي بالك ده أنتوا في ناس بتشتغل هيتقفل بيوتها، أصل دول هيمشوه. مين اللي قال الكلام ده؟ بالعكس، النهاردة أنت لما يكون عندك محل نظيف يليق بالمواطن أنت نفسك التجارة بتاعتك هتكبر، العمالة اللي عندك موجودة، لأن أنت برضو أنت محتاج عمالة لأن ده محل وبيتعامل مع مواطنين، فأنت بالتالي عندك عمالة، العمالة نفسها هتستفيد لما يكون المحل ده مرخص. تعالى بقى بدل ما أنت شغال باليومية، لا الراجل ده ليه تأمينات وليه حقوقه ويبقى موظف عندك، يبقى العامل اللي أنت بتخوفه ده هيستفيد، بدل ما انت النهارده تقول له شكرا انا مش عايزك. طب ليه مجازر دخلتها؟ المجازر اللي عندنا عايزك تحكي للناس قصه المجازر، يعني قصه المجازر من حيث الجميله كمان طبعا حاجه يعني على اعلى مستوى. المجازر الدواجن على اعلى مستوى. اولا المجازر عامه اذا كانت النص الي او الالي بيكون متواجد دائما دكتور بيطري معين من وزاره الزراعه، ده مقيم وما يدخلش اي فرخه الا لما تكون سليمه للذبح، ده رقم واحد، وبالكشف الظاهري عليها بيبان هو كدكتور بيبان، حتى اللي بيشتغلوا في القطاع بالخبره كده بيعرفوا الدواجن دي فيها حاجه ولا لا. اولا بتعدي بكذا مرحله، المرحله طبعا بتاعت الذبح، والذبح تبع الشريعه الاسلاميه عشان اللي بيشكك يقول لك دول بيكهربوها وبيطلعوا اشاعات كده غريبه. رقم اثنين النسف، لذلك الدجاجة لازم تتذبح رأسها إلى أسفل عشان النزف ميبقاش فيه كدمات، عملية الاستدماء بالظبط كده. ثالثا في مرحلة أولا في كشف بيطري طبعا، الاستدماء لأن هي بتتعلق بيبقى فيه موظف أو الجزار واقف عمال شغال في عملية الذبح سريعا على الشريعة الإسلامية تمام، يعني وبعد كده بيدخل على التمييش والغسيل، وبعد كده لازم تدخل في شلف لان الشلف ده بيقلل درجه حراره الدواجن من اللي هي فيه لغايه 8، فبالتالي بقلل العد البكتيري في الدواجن، لان الناس عندها فكر ان الدواجن العد البكتيري المجرد اللي هي غالتها خلاص ما فيهاش اي بكتيري، وده خاطئ. العد البكتيري في الدواجن لا يتم القضاء عليه الا بالتبريد وماينس 40 تحت الصفر عشان بس نبقى واضحين، او ماينس 18 او زيرو روم اللي هي الفريش الطازجه صلاحيه 6 ايام، مش بالغلي او بالتسخين. فالمعلومات دي لازم توصل لكل سيده في منزل. حاجه اسمها انفاق التبريد، يعني انا لما كنت بصور هذه المجازر ابتدي ادخل ما اقدرش ادخل مع المصور، كنت باجي اول نفق التبريد كده وبتخلى عن المصور واقول له لا كمل، لان درجه الحراره تحت الصفر. مظبوط. الدواجن ماشيه على السير بتاعها بتمر بمراحل كثيره جدا، الاستدماء، الغسيل، عمليه التريش الاول، بعد كده التخلص من الامعاء، كل ده بالاوتوماتيك. بنيجي المرحله في عدسه بتصور الدجاجه، العدسه دي الورك ده اتخبط اثناء عمليه الاستدام فمزرق، تنزل عشان دي هتبقى مجزئات. مظبوط. فانت تخيل ده، تيجي بقى تخش على حاجه اهم من دول كله، التخلص من مخلفات الذبح. داخل المجازر في حاجه اسمها الطهي لهذه المخلفات في وحده الكوكب. وحده الكوكب ديت بتبقى بتدخل على درجه حراره او ضغط معين بيتم منه استخراج زيوت ويتم منه استخراج بروتين سمكي وعلى اعلى جوده واعلى مستوى. ده الكلام ده في المجازر الاليه اللي عندها الكوكر الخاص بالبروتين. يعني المشروع كله بيبقى متكامل من المشاريع المحافظه للبيئه والمشاريع اللي ما فيهاش اي مشاكل اي عقبات فيها. بدل ما احنا بنشوف محل الدواجن بيجي اخر النهار جايه له عربيه نص نقل مكشوفه، طلع البرميل بتاعه كله ريش ودم وامعاء، يفضل العربية النقل ويلف بينا في شوارع القاهرة، يعدي على البيوت، يعدي على الشوارع، العربية عمالة توقع، بنتكلم على النظافة، بنتكلم على وقت فيروس كورونا، كل ده لازم يختفي.
يعني كل المشاهد دي لازم تختفي وباقصى سرعه. سعر الكتكوت ايه اللي حصل فيه؟ طب قبل ما نتكلم عن الكتكوت، استاذ طلعت دكتور طلعت حسن وكيل وزاره التموين بمحافظه الجيزه، برحب بحضرتك. يا دكتور طلعت، معانا الدكتور طلعت ايهاب؟ طب حاولوا تتصلوا بيه تاني. ايه اللي حصل لسعر الكتكوت؟ الكتكوت هو سعره يعني الناس بتقول ب 15 يعني. جنيه طبيعي؟ لا 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 ايه؟ هو 13 جنيه تقريبا. و 13 جنيه كويس؟ لا يعني في احنا اتكلمنا معاهم شويه كتكوت خارق؟ لا لا يعني ليه كتكوت ب 13 جنيه؟ يعني طب ما هو كان ب 3 جنيه و4 جنيه. طب ما هو يبقى ده سعره؟ اه بس للاسف هم يعني يعني في بعض الخسائر حصلت لهم ف بس لا بس تعوضها مني انا بس لا بس الموضوع يعني خلاص يعني شبه الكتكوت هينزل تاني الفتره اللي جايه دي خلاص يعني على مسؤوليه الشركه. مفيش حاجه هي مش سماح المره دي، هنرجع تاني لموضوع كتكوت. دكتور طلعت حسن استاذ طلعت حسن وكيل وزاره التموين بالجيزه، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين. مساء النور. انا بشكرك على استجابتك للتواصل معانا. انا عايز اسال سؤال صغير محدد. انا اول معايا الاستاذ سامح السيد رئيس شعبه الدواجن والمجازر بالغرفه التجاريه بالجيزه. اهلا بيه ويعني وشرفنا ان شاء الله يعني. سؤال بسيط جدا، رخصه التصنيع بالنسبه للي بيشتغل في الدواجن، يعني النهارده انا لو دخلت مطعم ولقيته جايب الدواجن بيقطعها وبيتبلها، مش دي محتاجه رخصه؟ اشمعنى محلات الدواجن او بيع الدواجن بيجيب الدواجن عنده وبيتبعها ويبتدي يعمل منها البانيه ويبتدي يعمل منها الاوراق وشغال لوحده، مش المفروض ليها رخصه؟ اه طبعا المحلات كل الدواجن اللي هي المحلات كل المحلات لازم يكون لها رخصه، رخصه تشغيل لازم. اه لازم. وده موجود على ارض الواقع؟ اي محل غير مرخص احنا بنتخذ اجراءات عدم الترخيص وبنقطع المرافق عليه، بنعرض على معالي المحافظ او الحي او المركز بقطع المرافق. مين اللي بيمنحه الرخصه دي؟ مين اللي بيمنحه الرخصه دي؟ الحي طبعا. رخصة فتح محل ولا رخصة تصنيع؟ في رخصة فتح محل ورخصة تصنيع. ورخصة التصنيع مين اللي بيمنحها؟ مش المحليات دي المفروض؟ اه المحليات، انا بقول لك الحي او المركز يعني تبع الحي او تبع المركز. انا بشتغل في صناعة أطعمة. الحي مهندس الحي، المهندس اللي هو المعماري، ايه علاقته ان هو يديني رخصة ان الراجل ده يذبح لي فرخة ويشفيها؟ لا حضرتك كل الحاجات دي بتخضع لكذا جهة. الحي كرخصة محل عشان افتح محل، اما رخصة التصنيع والحاجات دي ليها شروط صحية وليها شروط الغرفة التجارية وليها الكلام دي، ده في اجراءات بتتخذ يعني. طيب وزارة التموين بالنسبة لطرح الدواجن في منافذها وبيض المائدة وتوصيله بسعر مناسب، دورها ايه في هذه الفترة؟ طبعا التموين بيراقب الحاجات دي كلها يعني بيشترك مع الصحة، بيفوت على المحلات ويشوف الصلاحيات ويشوف ان الدواجن دي صالحة والصلاحية والنظافة ونظافة المكان والحاجات دي كلها. استاذ طلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة بشكر حضرتك. اذا مفيش رخصة تصنيع. هو اساسا مفيش رخصة للمحلات. لا رخصة المحل دي من الحي عشان ياخد رسوم عشان الراجل ده هيفتح وهيحط اسم ويبقى نشاط، انما ان انا اصنع. معظم محلات الدواجن المتواجدة عندنا حاليا ما فيهاش رخصة او مزاولة نشاط. كتكوت ب 3 جنيه يوصل 15 وبعدين يرجع تاني يبقى ب 13، ما فيهاش سماح المرة دي. الجهة الرقابية اللي مسؤولة عن سعر الكتكوت في مصر، يعني الوزارة دلوقتي شغالة على الموضوع دوت يعني خاص بالكتكوت ده اللي احنا اتكلمنا فيه كتير، فالوزارة بتتكلم فيه دلوقتي وشغالين على الموضوع ده، وانا اللي انا اعرفه يعني خلال الاسبوع القادم سعر الكتكوت هينزل. الاعلاف اخبارها ايه دلوقتي؟ ثابتة زي ما هي، مفيش حاجة. انا بسمع اشاعات اللي هي غليت والاعلاف بقت زايدة، انا مش عارف كل ما يحصل عملية غلاء يقول لك الاعلاف زادت. سيادتك لسه قايل من شوية دلوقتي الاعلاف ما زادش، ده ناقص 300 جنيه تقريبا حاجه زي كده يعني ما زادش. ايه بقى المشكله عندنا؟ الموضوع عندنا سامح بيه الضمير من الاشخاص نفسهم. هي ليه البورصه متوقفه عن اداء دورها؟ اي بورصه؟ بورصه الدواجن. بورصه الدواجن فيها مشاكل، ومشكلتها ما بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لان هي صاحبه الارض وصاحبه الموقع ومحافظه القليوبيه.
ده بيقول التبعيه بتاعتي والتاني بيقول دي بتاعتي، ففي نزاع، حتى النزاع نزاع قضائي دلوقتي. فانا بطلب بيه لازم يبقى فيه قرار حاسم وفض هذا النزاع ما بين الاتحاد وتشغيل البورصه دي، الاتحاد والمحافظه لو حتى عاوزين يتقاسموا مثلا الدخل اللي دخل من البورصه، ايه المشكله؟ بس هتحل لي مشكله كبيره، هتشغل لي بورصه فيها عرض وطلب حقيقي، هبتدي فعلا اشتغل عليها على اساس. لما خلاص تقفل خالص بقى البورصه دي وننساها، وتعمل لي انت بقى بورصه سلعيه من اشراف الوزاره، وتبتدي تشتغل على ارض الواقع، ونضم فيها كل اصحاب المزارع الدواجن المتواجدين. وسيادتك جبت دلوقتي من شويه اصحاب مزارع وبيشتكوا من السمسار كلهم. انا لما اجي اضمهم ليا كوزاره واقول لهم تعالوا يا جماعه انا هيبقى ليكوا بورصه عندي في الوزاره، وهتنضموا ليها كلكم، وتعرضوا عليها المدخول الحقيقي والانتاج بتاعكم، وانا هبتدي اشتغل معاكم، الناس مش هتقول لا. طب حضرتك قلت لي اللجنه هتتم مناقشه عدد من القوانين على راسها قانون 70، في قوانين اخرى؟ ده رقم واحد. القوانين طبعا، بعض القوانين الثانيه الخاصه بقى بالانتاج الداجني في المصنعات والتصدير. نقطه المصنعات دي مهمه قوي، رخص التصنيع يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها ان انا اكل اي اطعمه بدون رخصه، يعني ده شيء صعب جدا ان انت تقدم لي حاجه مجهوله المصدر. اكيد طبعا. انت النهارده الدجاجه دي خرجت امتى من العمر؟ وتعرضت بقى لايه؟ كانت فطست في السكه؟ ما هو بيسموها فطيس ووقيع والسرده. طب وبعدين؟ لا لازم الموضوع ده سامح بيه، لازم الدوله تهتم بيه جدا. موضوع الفراخ اللي بتتباع التلت والتلتين والمتواجده في الاسواق وفي العشوائيات وبيتم ذبحها والكلام دوت، يعني اكيد مع الوزير يعرفه كويس، مع النائب الوزير يعرفه كويس. لا انا بقى بلاش، انا اقول لحضرتك ليه اللجنه خدت الفتره دي علشان يتم اكمالها وتحديد موعد، لان كل الاطراف بتتنصل، اللجنه كل الاطراف المدعوه ليها هتتنصل. لا ما فيش حد بيتنصل خالص. لا الفتره اللي احنا عملنا عند اللجنه ما فيش، لا بيتنصل، ما احنا بقالنا سنين في الوضع. لا ما فيش سنين، ثواني بس، اللجنه دي قبل لسه اللجنة. القرار طالع، احنا قبل اللجنه ما فيش حد كان عنده اراده ان هو يصلح من الوضع ده. ما كانش في حد الا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى التعليمات مباشره بتطوير هذه الصناعه. يبقى كله كان بيتنصل الا هذا ايوه عشان دلوقتي في قرار فلازم كلنا هنقعد. لا انا بحسب تقول ان اللجنه حاليا، انما لا 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 حاليا بالعكس. انا بتكلم حضرتك ان انا بقالي سنين بقول تعالى ده السمسار كان بيحضر الاجتماعات دي، وانا مش بقلل من شانه، كان بيحضر الاجتماعات دي، اذا هو شريك في القرار وشريك في الراي، فكان لازم يحدث من نفسه. اتحاد منتج الدواجن اساس لهذه الصناعه، كبار المجازر شريكين في هذا القرار، مصانع الاعلاف حتى، كل دول داخل هذه المنظومه. منتج الكتكوت ابو 15 جنيه. استاذ عبد اللطيف من القاهره اتفضل. الو اتفضل. معك علي الحوت من البحيره. علي الحوت، يا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ يا اهلا بيك، كويس الحمد لله. بالنسبة للدواجن يا استاذ، دايرتها دايرة واسعة وما فيهاش ريحة النظام خالص. انت عندك عنابر؟ عندي عم. بيستوعب قد ايه؟ 5000. 5000، ربنا يبارك لك. قول لي بقى بتشتغل ازاي بقى، احكي لي كده. انت بالنسبة لايام الانفلونزا الطيور برضه، انت كنت حضرتك بتقول يطلع تسريح من الطب البصري. الو سامعك يا حاج علي. حضرتك بتقول لي يطلع تصريح من الطب البيطري. الطب البيطري طلع لي تصريح بدون انا ما نودي دواجن، ولا يجي يشوف ولا ياخذ عيني، ولا يجي يشوف الفراخ، ولا يعمل ولا يجي يبص على الفراخ، ولا حد بيجي يبص علينا خالص. الكلام ده انت بتتكلم من 10 ل 12 سنه، ايام انفلونزا الطيور. من ايام الانفلونزا. لان كان في، طيب انا بكلمك على دلوقتي، قانون 70 بيقول حاجه جديده خالص. ما احنا مش عايزينها تتكرر تاني. لا مش امال كل المشاورات دي ليه؟ ما علشان الجديد يبقى صح. اولا انت هيبقى عندك ميعاد معين تسكن فيه الدوره، مش بدماغك كده او بمزاجك تروح تشتري كتاكيت وتحطها. هتبلغ الطب البيطري انا النهارده بسكن عشان يتابعوا معاك من اول يوم. هتيجي تخلص، انا بحكي لك ده قانون 70 بشرحه لك اهو، عشان لو مش عاجبك حاجه تقول لنا. مش عاوز انا الطب البيطري يقول لي خد العينه وهاتها لي. لا لا بص، انا بس هقول لك على حاجه، مساء الخير الاول. اهلا يا باشا. في دور تاني لهيئه سلامه الغذاء، على فكره الكتكوت اللي انت هتجيبه وتربيه هيكون معاه شهاده من اوله، الكتكوت ده جاي منين وخد تحصيله امتى، ويعني زي بتقول شهاده كده، ايه السلاله بتاعته ماشيه ازاي.
وهيروح فين وهيتذبح فين. سلامة الغذاء عاملة دور رائع، بس احنا مستنيين ان شاء الله هيتم تطبيق القانون ده قريبا جدا، وبقول لك قريبا جدا لان ده من اولويات اللجنة، هيتم تطبيقه وهتنتظم هذه الصناعة وهتبقى دواجن امنة لكل واحد في مصر. بص يا حاج علي، يا حاج علي احنا عايزين، ايوه انت بتتكلم في جزئية مهمة اللي هي الطب البيطري. الطب البيطري انت بتتكلم على حاجة من ايام انفلونزا الطيور، يعني من 2006. انت ما شاء الله بقالك بيقول لي هات العينه، وانا كنت هناخد العينه نوديها له للطب البيطري. انت سيبك بقى من حاجه بقى لها تقريبا 20 سنه، انا بكلمك على قانون 70. قانون 70 الطب البيطري هيتابع من اول يوم، هو اللي هيجي تابع العنبر بتاعك، لانك ممنوع تطلعه الا لما يفحص العنبر وتاخد شهاده بكده. ده الجديد، لان مفيش حاجه اسمها اصل هيطلع السرده واصل فيه وقيع، الكلام ده ما ينفعش. والعلف اللي في مصر، والعلف اللي كانوا الدواجن ايه كمان يعني. انت بتجيب الكتكوت منين؟ من الشركة الوطنية، يعني بتجيب من شركات. بكام سعره دلوقتي؟ وصل 15 جنيه. انت سكنت دورة قريب يعني؟ ايه؟ سكنت دورة قريب؟ سكنت فراخ عندك قريب؟ كتاكيت؟ عندي عمر 20 يوم. 20 يوم. طيب بشكر حضرتك. برضو عايز اوضح للناس حاجة مهمة. الكتكوت، الكتكوت ده يعني على قد ما هعبر انا، هو ماركة كتكوت، ده بقى شركة بتنتجه، ما هوش كذا وليه مواصفات وليه معدلات تحويل، وهو سلالة. أنا معروف بشتري السلالة دي علشان هتديني معدل تحويل مثلا في 20 يوم يبقى وزنه كذا، فده عليه متابعة جامدة، ما هوش مطروق كده عشوائي، صح؟ ماما عشان كده السعر ارتفع الفترة. أنت مع سعره اللي هو ارتفع؟ لا أنا طبعا مش مع السعر، يعني بس ما وصلش المرحلة دي، يعني 14 جنيه طبعا كتير. لا عايزين نخلي بالنا من بلدنا. يعني انت بتتكلم في ايه النهارده؟ صناعه مهمه جدا، فيها رؤوس اموال ضخمه، كثيفه العماله، المواطن ما يقدرش يستغنى عنها. بتتكلم على تطور بيحصل في البلد في كل مناحي الحياه، القضاء على العشوائيات، الاهتمام بالصحه، الاهتمام بالاجيال الناشئه. فده بدون حفاظ على البيئه وعلى صحه المواطن وعلى هذه الاستثمارات يؤدي الى مشكله كبيره. لما نيجي نتكلم على سعر الاعلاف دايما انا بقول السعر العادل، لو العلف سعره غالي شوف معدل التكلفه كام وحط عليها مش ربح وبيع، انت مالكش ذنب. لو تيجي تقول الكتكوت اقول لك لا، الكتكوت لازم يبقى بسعر مناسب علشان المربي يعرف يشتغل ويعرف يسكن، عشان ما يشتريش كتكوت باربع اضعافه ويجي اخر الدوره ما يحققش مكسب، لان هو على ما يجي اخر الدوره بتاعته دي هيلاقي الكتكوت اللي خده ب 13 او 14 رجع لسعره الطبيعي، فيقول له احنا مالناش دعوه. وفي بعض السماسره شفتهم بيكلموا حضراتكم يقول لك ايه ما تسكنش دلوقتي، استنى لما الكتكوت ينزل سعره شويه. ما مش هنفضل بقى حسب راي كل واحد وحسب خبرته في السوق، ولا ايه رايك؟ مظبوط، كلامك كله صح. طب انا عايز اسمع منك بقى النهارده، ناويين تعملوا ايه في الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله اللجنه الاسبوع الجاي هتطلع قرارات لكل الناس على فكرة، حتى اصحاب شركات الكتاكيت. الموضوع مش هيبقى سايب كده، دي تعليمات يا سمح بيه بتنفذها امن قومي غذائي، يعني مش هزار، بس عاوزين الناس تصبر شويه لغايه بس اول ما ننعقد اللجنه ان شاء الله هتلاقي القرارات طالعه 1 2 3، وقرارات على فكره واجبه التنفيذ، يعني مش هتطلع قرارات وهن ايه وهتتفتن على جنب، لا دي تعليمات رئاسه، يعني الموضوع ما فيهوش جدال يا جماعه، بس عاوزين الناس تصبر علينا شويه. صغار المنتجين هم اللي بيبقوا قلقانين شويه. طبعا حقهم طبعا، وبالذات الفتره اللي فاتت الخسائر اللي هم تعرضوا لها كتيره قوي. واتمنى ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه يشتغلوا كويس. يشتغلوا كويس محتاجين ايه عشان نساعدهم؟ قبل ما محتاجين ايه؟ استاذ محمد من الشرقيه اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا. مع حضرتك مهندس محمد شعبان من الشرقيه، مربي اولا، مشرف على محطات تسمين بطاقات تصل لخمسين ألف طائر ما شاء الله. اسمح لي أدخل مع حضراتكم في الموضوع بخصوص قانون 70. أيوة. طبعا أنا محفز جدا لقانون 70، لأن ده هيوصلنا لمرحلة كويسة جدا من الصحة العامة لحد من الانتشار والأمراض، لكن اللي بنتمناه إن قانون 70 يتطبق بحذافيره فعلا. اسمح لي اقول لسيادتك ان حاليا في مجازر تحت بير السلم او مشوهه الهويه
بتشتغل طبعا في المجزات بدون تراخيص. طبعا هو بيحقق ارباح عاليه جدا، لان هو زي ما حضرتك قلت موضوع التلت والتلتين، فهو بيتوجه ان هو يدور على مزارع مصابه باصابات مختلفه ايا كانت. طبعا هو بيختار المتوسط بتاعه اللي هو محتاجه من اول كيلو، من اول كيلو ممكن ياخد فراخ عادي جدا مصابه. متخيل حضرتك بتوصل لدرجه فين؟ طبعا الطب البيطري مفيش خالص من الكلام هو ده. هو انت موجود. لسه قايل حضرتك تحت بير السلم، يعني هو مخالف، فده لازم يتم مخالف. لازم يتم تطبيق القانون عليه. يعني لو حضرتك عندك معلومه زي دي ابعتها لي على الواتساب. لا هو بيتكلم عن المزارع عنده اللي بيشرف عليها. المشكله مش معلومه كشخص، المشكله المعلومه كمجموعه كبيره جدا منتشره على مستوى الجمهوريه. حضرتك مش متخيل. لا انا متخيل، لان انا في الفقره الاخباريه هتلاقيني دايما بقول لك على الضبطيات اللي تم تحرير محاضر ليها وتنفيذ القانون. بشوف حضرتك فهمني؟ طبعا بشوف وزاره التموين بتشتغل، بس معنى ان في مخالفات، مش هو ده الوضع السائد. انا عندي شركات لا لها لا اسم. لا 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 يعني لا مثلا سيادتك هو الوضع السائد. مثلا حضرتك بتكلمني على ان انت مشرف على عنابر بتوصل طاقه 5000 50000 لا يمكن، لا يمكن هذا الرقم يكون بيشتغل بالعشوائيه. مستحيل. لا مستحيل مستحيل. لا 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 مستحيل. لا بس بيطلع بيطلع يا استاذ، بس بيطلع عندكم، بيطلع عندكم السردة دي. يعني الطائر قبل ما بيوصل عمر اسبوع بيكون متحصن ضد كل الامراض الفيروسيه اللي ممكن تصيب وتضر بصحه الانسان. هي دي عنابر مغلقه طبعا، دي عنابر طبعًا مغلقه طبعا. نسبه اي عنبر مفتوح في الطاقه دي ابدا. نسبه النفق فيها بتبقى قد ايه؟ نسبة النفق بالنسبة لي ممكن لا تتخطى 3-4%. بتعمل فيه ايه بقى؟ بعمل فيه كل تحكمي في كل حاجة فيه يعتبر بميكانيزم. انا مش محتاج تدخل انساني كبير بصفة كبيرة. انت بتتخلص من 3-4% النفق دي ازاي؟ التخلص بتاعي من النفق بتاعي، انا عامل عندي في الحوش بتاع المزرعة حافر بير قطره متر وعمقه لا يقل عن 3 متر، ده دفن النافق بتاعي. أيوه ده دفن. ده طبعا أهم شيء وأهم عنصر في صناعة الدواجن كأمن حيوي. أنا عايزك أصور الكلام ده عندك. هو ما عندوش وحدة مخلفات الكوكا؟ جدا جدا. أصور لحضرتك عادي جدا الدير النافق، وأصور لحضرتك إزاي. أنت عندك مجزر؟ أنت عندك مجزر ملحق بالعنب؟ لا لا أنا قلت لحضرتك أنا مربي ومشرف فقط. عشان كده ما عندكش وحدة كوكرز، أنت بتتخلص من النافق بدفنه في البير اللي أنت عامله ده. بالظبط، عشان خاطر أمنع تداوله ما بين الحيوانات. أنا دلوقتي لو رميته في الشارع أو رميته على الترع أو على مصارف المياه، الكلاب والحيوانات اللي هتتداول الطير النافق ده هتخرج لي تحور فيروسي اصعب كتير جدا من اصل الفيروس نفسه. صح. وانت ده ده ده, ده الوعي. زي ما حضرتك اتكلمت عن المشهد السيء، انا خدتك على الجانب الجميل اللي انت بتنفذه. فاحنا عندنا حضرتك كلنا نعمل كده. ده لازم، مش المفروض، ده هو ده القانون، قانون 70 الهدف منه ده. طيب انا برضو عايز اسالك في حاجه تانية. لما بتيجي تطلع القطيع بتاعك بتطلعه ازاي؟ بتبيعه ازاي؟ طبعا انا حاليا مفيش عندي اي تعليمات من اي جهه ان انا المفروض اعمل عينه بي سي ار. ده المفروض والمعهود في اي مكان في العالم ان المفروض قبل ما ابيع ان انا اخطر الجهه المختصه وهي الطب البيطري بتاعي. المفروض الطب البيطري بتاعي بيبعت لي دكتور بيطري من عنده بيفحص الحاله العامه للقطيع بعينه الاول، ثم بياخذ عينات من القطيع يعمل لها بي سي ار عشان يتاكد من خلوها من انفلونزا سواء H5 او H9. دي هي يعتبر هي المؤثر على صحه الانسان، لكن اغلبيه الفيروسات الثانيه ليس لها علاقه بالانسان زي النيوكاسل والجامبورو والاي بي. هو المتعلق بالانسان الانفلونزا H5 و H9، ودي منتشره جدا عترتها في اماكن موجوده وفي اماكن احنا ثانية. من ساعه لما دخلت عندنا انفلونزا الطيور بيتم التغلب عليها باماكن خاليه من انفلونزا الطيور، لان هي خلاص دخلت مصر. لكن ان انا يبقى عندي منشات خاليه من انفلونزا الطيور دي محتاجه بقى منكم انتم شغل جامد. ده موجود وفي ناس بالفعل. ايوه في ناس نجحت فيه. ده موجود يا فندم بالفعل. انا جاهز للطب البيطري، محطاتي متاحه،
للطب البيطري. قدم طلب علشان هتاخد شهاده، قدم طلب بده عشان هتيجوا يعينوا عندك وتاخد شهاده تقدر انت تصدر. اللي انا بسال بقى عنه، انت بتبيع ازاي؟ بتسوق ازاي؟ مين اللي بيحدد لك السعر؟ بتسوق ازاي؟ الطبيعي بقى الضرر بقى والمشكله اللي انا عايز اتوجه ليها برضه حضرتك الاساسيه في صناعه الدواجن، والمشكله الاولى هي وجود كائن يدعى سنسار. السنسار ده كل مهمته ان هو يا اما في وقت يبوظ على المربي السوق ويبقى تكلفه الكيلو عليه 21 جنيه و22 جنيه ويضطر ان هو يبيع الكيلو ده ب 18 جنيه، في حين ان هو ممكن يكون بينفذ في جيبه الشخصي في مكالمه تليفون 2 جنيه في الكيلو. يعني انت عايز تفهمني ان انت بالطاقه الانتاجيه دي 50,000 دجاجه بتسوق عن طريق السمسار؟ طبعا كلنا هنسوق عن طريق السمسار لان الدوله لم تجد الحل الاخر. احنا كنا الاول لما كانت بورصه بنها للدواجن كانت شغاله كنا في غنى عن كل هؤلاء المرتزقه في السمسار. لا هو دي احنا بدون يعني اي تشبيهات، احنا بنتكلم ان المفروض نقوم بدور سليم. انا بحترم جدا كل مواطن مصري بما فيهم السمسار، بس بطلب منه ان هو يخلي باله من بلده. انا مضطر اروح له. ليه بقى انا مضطر اروح له؟ لان هو طبعا بيجي عايز يلعب بيك في السوق. طب انت ما فيش تعاقد ممكن يتم ما بين الكائنات الكبيره دي وما بين المجازر؟ ده المفروض اللي يقدم عليها يا فندم الشركات المنتجه والشركات الكبيره. المفروض انا دلوقتي اللي يحصل معايا انت كراجل بتاع كتكوت او كشركات منتجه تبيع لي كتكوتي وتسوقه لي. احسب تكاليف يا فندم، تكاليف النهارده اسمح لي اقول لسيادتك في حسبه بسيطه جدا. تكاليف الفرخه في عجاله جدا النهارده بالسعر ده، واسمح لي اقول لك انا مشفق طبعا على المستهلك جدا من السعر اللي بيوصل له بيه الفراخ، لكن النهارده السعر بيطلع من المزرعه النهارده 28 جنيه هيوصل للمستهلك 35 جنيه. واخد بال سيادتك؟ شايف الفرق قد ايه؟ في 7 جنيه هامش ربح بيقتسموا شخصين. يعني انا عايز اعرف انت السعر العادل شايفه من وجهه نظرك كام؟ او اسمح لي احسب لسيادتك النهارده التكلفه في ثواني وسيادتك احسبها وقول لي تطلع كام. انا ما اعرفش احسبها، قول لي انت. انت راجل جنيه كتكوت، انا احسب لك تكلفه الطائر الواحد. كام كتكوت بيتباع؟ كام 13 جنيه كتكوت النهارده في الشركات الوسط. يعني انا لو هجيب شركه عاليه شويه هاخدها ب 15 جنيه النهارده بدون ذكر اسماء. لو هاخد شركه عاليه شويه هاخدها ب 15 جنيه النهارده. خلينا نحسب على التكلفه المتوسطه اللي انا بسكنها. تمام، 13 جنيه كتكوت. ايوه، سعر طن العلف النهارده سيادتك 8400 جنيه متوسط. 8400 جنيه، الطائر هياكل 3 كيلو ونص علف بيعمل مع حضرتك حوالي 28 جنيه. 13 جنيه كتكوت و28 جنيه علف، ادويه وتحصينات لان انا طبعا هحصن ضد كل الامراض الفيروسيه عشان اعمل امن حيوي. اقل شيء 5 جنيه، ده المحطات المختصرة اللي هي بتوفر في الأدوية وتعوضها بالرعاية على الطائر. في ناس بتصل معاها تكلفة الدواء دي ل 7 جنيه وال 8 جنيه. طب أنت بقى تكلفة التحصينات دي أنا عايز أسأل على حاجة. اتفضل. أنت ما عندكش خريطة للأمراض الوبائية اللي في المنطقة اللي عندك؟ يعني لما تيجي تحصن لازم يكون بتروح عندي خريطة للأمراض الوبائية. يعني ما أروحش أشتري كل التحصينات حتى اللي أنا مش محتاجها، المفروض أنا معروف المنطقة دي فيها نيوكاسل منتشر مثلا او جمبورو، فانا بحصن ضد الامراض المنتشره مش الامراض المتوقعه اللي هي مش موجوده عندي. ده بيبقى امر يا فندم فيه ريسك عالي لان طبعا حمل الفيروس نفسه بينتقل معاك من الهواء، ممكن يحصل اصابه. طب ما انت بتحمل الطائر نفسه اجهاد فبتقلل من امكانيه التحويل ومعدل التحويل بتاعه وبتصرف فلوس. الموضوع بيمشي بعلم اكثر شويه من كده، يعني انا مش بجهده للدرجه لكن انا بخليه على اكمل وجه واستعداد ان لو حصل عنده اصابه ان هو يبقى جسمه متعرف عليه. واخد بالك؟ التكلفه طب دلوقتي كام؟ مرتين ثلاثه. وصلنا بقى للتكلفه كام الكيلو ممكن في الاخر يبقى بكام؟ هكمل سيادتك اهوت كده 5 جنيه ادويه وتحصينات 13 كتكوت و5 جنيه. ايوه اسمح لي سيادتك بس اكتبها بعد اذن حضرتك. بكتب اهو كتبت 13 كتكوت 28 جنيه علف 5 جنيه ادويه وتحصينات 2 جنيه تدفئه سولار او غاز او غاز مضغوط ايا كان جنيه كهرباء وميه وايجار العنبر نفسه، لان طبعا انت بتحسب ان العنبر نفسه كمنشاه المفروض يكون ليها ايجار ومصاريفك ككهرباء وميه برضو من المصاريف 2 جنيه عماله
2 جنيه نافق نافق في النهايه، لان انت لما بتدخل مثلا 25000 طائر هبيعهم 24، واخد بالك؟ انت لسه قايل انا بطلع 3-4% بس. ما انا بقول لحضرتك احسب بقى نسبه ال 3-4% تطلع كام في ال 25000؟ مش هتطلع 3000. المهم كمل اتفضل. بحط 2 جنيه نافق اللي هو على 3-4%، وصلنا 53 جنيه. ده بالنسبه لايه؟ للفرخه الواحده بالظبط. هتديني طائر وزنه 2 كيلو و100 جرام. هتقسم على الثلاثه. سعره بقى، سعره سيادتك النهارده على سعره من ارض المزرعه، احسبها كده سيادتك. انت وصلته 27 جنيه يعني، ظبطتها على 27 جنيه. لا هو لو سيادتك انا شايف انا بحشي في التكلفه او مزود فيها حاجه غير الطبيعي، الضيف اللي مع سيادتك اكيد. معلش انا بعتذر. انا معايا استاذ سامح السيد رئيس شعبه الدواجن ومجازر بالغرفه التجاريه بالجيزه، وهو عارف كويس التكلفه اكثر مني. اهلا استاذ سامح. اهلا بيك. اهلا بيك. اكيد حضرتك شوف لو انا ضايف حاجه اضافيه في التكلفه اللي انا قلتها حضرتك ممكن تناقشني فيها. لا انا لسه قايل يعني من شويه للاستاذ سامح ان السعر العادل للمربي عشان يكون مفضي ليه من 28-29 جنيه. هو كلف 27 جنيه. مش ربح في الكيلو 2-3 جنيه اللي هو الطبيعي عشان يستمر فقط، مش بقول اخد 10 جنيه في الكيلو ولا حاجه. مظبوط. والمشكله المشكله عندك 3 جنيه في الكيلو. المشكله اللي انت بيقاسمك في شغلك او اللي بيخسرك هو السمسار، وده احنا متفقين عليه كلنا. بشكر حضرتك. القادم خير باذن الله. هو الموضوع ما هوش سهل. وموضوع محتاج جهود كبيره جدا من الدوله، واحنا في هذا التوقيت عندنا الدعم السياسي الكامل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع هذا الملف مع الوزير السيد القصير المهندس مصطفى الصياد، فاحنا في متابعه شديده لدعم هذه الصناعه اللي هي في الاخر هتعود على الاقتصاد وعلى المواطن المصري. هم حاجتين، قانون 70 يتنفذ، تشغيل بورصه الدواجن. انا كده حليت كل المشكله معايا. بس انا بشكرك، نورتني. ان شاء الله اللقاء القادم يبقى في حل نطلع نقوله للناس. لا هيكون بقى قرارات طبعا ان شاء الله. بشكرك استاذ سامح السيد رئيس شعبه الدواجن والمجازر بالغرفه التجاريه بالجيزه. شكرا جزيلا. اهلا بيك. بشكر حضراتكم والى اللقاء.